بسم الله الرحمن الرحيم. ينظم المجلس العلمي المحلي عين الشوق اليوم دورة تكوينية لفائدة الخطباء. هذه الدورة جاءت في سياق التواصل مع القيمين الدينيين عموما ومع الخطباء على وجه الخصوص. هذه الدورة جاءت في سياق جاء فيه مشروع من خلال الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وذلك من أجل الحديث عن مشروع هام جدا وهو مشروع التبليغ. وتم الحديث في هذه الدورة عن عدة أمور، أهمها أهم ما جرى به العمل، ثم أهمية التبليغ في أهمية التبليغ في تحقيق الحياة الطيبة، ثم الحديث عن الثوابت الدينية وأهميتها في حماية الأمن الروحي. تم استهداف الخطباء في هذه الدورة نتيجة بسبب أن الخطبة لها دور مهم في قنوات التبليغ، وهي جاءت في المرتبة الأولى باعتبار الذين ستصلهم الرسالة في من خلال الخطبة. وكما ذكرت، تم التركيز على مشروع التبليغ، وذلك من أجل الرقي بالخطاب الشرعي حتى يكون في المستوى المطلوب الذي يرتضيه مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله. وانتهت هذه الدورة بعدة مناقشات تدخل من خلالها السادة الخطباء، وأدلى كل منهم في الموضوع بما يجعل هذه الدورة راقية وتستجيب لما ويستجيب لجميع التطلعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.